بتطلع دورتنا الخامسه بمشاركه 12 دوله عربيه، معانا متسابقين في مجال الاغنيه وفي مجال الاصوات، بتضم مجموعه هائله من الاصوات حقيقي. عاملين كمان في الدوره دي تكريم خاص للفنان الراحل الكبير الليبي محمد حسن. مش جاي النهارده برضو بصفتي شاعر بس، قد ما جاي بصفتي ان انا يعني اقيم ناس وابقى في ظهرهم، سواء كانوا المشاركين اللي من مصر او من ال 18 دوله اللي موجودين معانا. انا النهارده بجد اتفاجئت بان في اصوات بجد حلوه واصوات محتاجه الرعايه ومحتاجه الدعم. كنت سعيدة بمشاركتي بمهرجان كنوز الإبداع في دولة مصر، وهذه كانت فرصة لي إن صوتي يعني يسمعوه أكثر من مش ليبيا بس، يعني هذه فرصة كانت أهم من إن الفوز يعني أو لقب أو مش، لا مش هذا الهدف، يعني هدف إن يعني الناس تسمعني. متشرف جدا النهاردة إن أنا موجود في مهرجان دولي بيتعمل خصوصا في ذكرى فنان ليبي محمد حسن، شاعر او مطرب وملحن الخيمه الليبي. فدي حاجه بصراحه يعني انا بسطاني جدا ان انا بشارك مع زمايلي كمان في الدول العربيه زي فلسطين، تونس، ليبيا. السنه هاي الحمد لله بفضل رب العالمين يعني استطعت انه انا أكون موجود، أكون متواجد في شرم الشيخ وأقدر أشارك، والحمد لله. طبعاً كان الاختيار على أغنية القريب منك بعيد للفنانة الراحلة نجاة الصغيرة. شاركت الدورة الخامسة بأغنية أنا كل ما أقول التوبة، مسابقة أحلى صوت. إن شاء الله كان سهل ربي، نقولوا ديما الدورة في تحسن، المنتدى إن شاء الله ديما في تألق، وإن شاء الله ديما يكون مكتشف الأصوات من كل الأقطار العربية. الأغنية اسمها العكس صحيح، كلمات وألحان تامر الشرقاوي وتوزيع علاء الشرقاوي. أتمنى السنة الجاية إن شاء الله إن أنا يبقى المنتدى أكبر من كده ويبقى حاجة عالمية يعني إن شاء الله، وأكسب برضو وأنجح بإذن الله بدعم الجمهور إن شاء الله. أنا أتمنى إن أنا أشارك كل سنة في المهرجان، لأن الصراحة يعني بيجمع مطربين من كل أقطار البلاد. دي أول سنة ليا اشتراك في المهرجان، الأجواء جميلة وإن شاء الله لو في إمكانية كمان أشارك السنة الجاية إن شاء الله. كل مهرجان أنا بشارك فيه، والنهاردة طبعا شاركت بأغنية جديدة اسمها مصر بلدنا من ألحاني وكلماتي. دي تاني مرة ليا في مهرجان منتدى كنوز الإبداع شرم الشيخ، مبسوطة جدا جدا بمشاركتي حقيقي. المهرجان بكل جوانبه جميل. حبيب عيني حبيب أحلام حبيب دموع عيوني.